الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا أن نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رفد. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. رح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. البداية تذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة. اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين. نشر الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية. البث المباشر على صفحة الشرقية على الفيسبوك، واللي عنده أي تعليق لقسم مواضيعنا يا ريت يتركه ضمن التعليقات. مشوار راح يبدي من أخبار أهل المدينة وكالمعتاد، أو من القضية الأساسية التي نبتدأ بها يوميا، وموضوع النازحين موسم بالتحديد، اللي سواء النازحين أو من يعيشون حاليا في الموصل. طبعا اللي يعيشون في الجانب الأيمن هم يموتون جوعا ومنتشر الأمراض بشكل كبير. وإحنا على مدى الأسبوع الماضي تكلمنا كثيرا عن هذه القضية، وهناك بعض المبادرات لكن ضعيفة للغاية، لا تكفي الأعداد أو القدرة الاستيعابية. وتكلمنا عن النازحين اللي جاي ينسحون من المناطق الساخنة نتيجة اشتداد القتال، ويجون إلى الأماكن الموجودة بها النازحين، وتم فتح أكثر من مكان للنازحين لكن حقيقة دون مأوى أو دون توفير أبسط الخدمات الضرورية للنازحين. لذلك ناشدنا ونناشد ونطالب ونبقى نسأل أين الجهات، سواء الحكومة المركزية والحكومات المحلية أو الوزارات المعنية أو النواب عن نينوى، أين هم من هذه الفاجعة؟ يوم أمس كان عندنا أيضا اتصال مع مراسلنا أمجاد، اللي قال المفروض عليهم النازحين يطلبون إعلان هذه المدينة هي مدينة منكوبة حتى يتم تدخل دولي بالقضية ويتم مساعدة الموصل وأبناء الموصل، لأنه الموضوع والقدرة الاستيعابية لم تعد تكفي هؤلاء النازحين. لذلك مرة أخرى نطرح قضيتهم بشدة ونطالب كل الجهات المعنية للتدخل لإعلان مدينة الموصل مدينة منكوبة من أجل جمع كل التبرعات، جمع القوى، جمع المساعدات من أجل مساعدتهم وخروجهم من هذه المحنة الصعبة. نتمنى أن يكون هناك مبادرة، نتمنى أن يكون هناك تواصل، نتمنى أن يكون هناك دور لنواب نينوى، نتمنى أن يكون هناك طبعا ليش بس الناشد، المفروض كل النواب، كل مسؤول عراقي. الموصل هي جزء من العراق، والمفروض أن يكون هناك صوت واحد وموحد، سواء في مجلس النواب، سواء في رئاسة الوزراء، سواء في كل الحكومة المركزية والحكومات المحلية، من أجل مساعدة النازحين. احنا جايين نشوف فقط مساعدات فردية من قبل المواطنين من مختلف المحافظات، يجون إلى أماكن النازحين ويطبخون ويقدمون الطعام، وجابوا وياهم اللي يقدرون عليه في سبيل مساعدة النازحين. والموضوع حتى وأن أعلنوها الموصل مدينة منكوبة حتى من أجل أن يتدخل العالم بأجمعها من أجل إنقاذ هذه المدينة، ما راح تصير لها لا شارة ولا يصير لها حل ما دام المسؤول العراقي هو سوسة البلاء اللي موجود في مدينة الموصل أو خارج مدينة الموصل. يعني اليوم يعني عدم القبول بالموصل مدينة منكوبة، لكن أنه تواجد دولي موجود بكل منظمات المجتمع الدولي موجودة تشتغل من أجل النازحين بالموصل، لكن أنه عندما تتدخل المحافظة كل هذه المبالغ كلها راح تنصرف للمحافظة، وبالتالي أنه من يقعد يحكي المحافظ ويا وفد من إحدى الشركات أو من إحدى المنظمات الدولية يقول له عندكم فلوس تنطونا فلوس في المستقبل، أنه راح تنطونا فلوس، هذا همهم يدورون لمصالحهم الشخصية. لكن أنه ما شفت واحد من نواب الموصل حريص على أهل الموصل وحريص على أهله وقال أنه أنا أريد المجتمع الدولي يقدم مساعدات
لنازحي الموصل، ينقذ اهالي الموصل، يوفر لهم اماكن تأويهم من هذه الامطار، من انخفاض درجات الحراره، واحنا ايضا مقبلين على ارتفاع بدرجات الحراره بموسم الصيف القادم، وبالتالي انه هذه كل هذه المشاكل وكل هذه المعاناه يعانون منها اهالي الموصل بدون لا ناصر ولا معين لهم الا الله سبحانه وتعالى. يعني الموضوع يا ريت انه ينحل، ويا ريت انه ينحسم امره، لانه ما اعتقد صعب على الحكومه اللي ميزانيتها من اهم ميزانيات الدول العربيه ودول العالم. اليوم المواطن فقير، ما عنده لا خبزه ولا عنده ماء ولا عنده مكان يأوي بسبب بعض المشاكل اللي حثت واللي قد تكون طارئه على المجتمع العراقي. يا ريت انه تنحل، ويا ريت انه رئاسه وزارة الدخل شخصيا بملف النازحين، حتى انه اولا نرجع فلوس اللي انسرقت باسماء النازحين، وبالتالي انه نصرفها عليهم حتى نعوضهم ما خسروه من الايام الفائته والسنين الفائته. تروح لي موضوع اخر، راح نروح الى بغداد حتى نسولف بموضوع القرارات المجحفه بحق المراه اولا، والموضوع اللي اصبح حديث الشارع العراقي من الشمال الى الجنوب بين مؤيد وبين معارض. المؤيد اكيد البعض، مو كل الرجال مؤيدين لهذا القرار، اما انه الطرف اللي رافض رفضا قاطع تام هو النساء، وحفاظا على كرامة المرأة العراقية، مو غيرة انه ما اقدر انه انطي زوجي لامرأة اخرى، لا، بس انه موضوع كرامة، لانه ما دام خلوا بيه التسعيرة فاكيد انه المرأة العراقية اغلى من كل التسعيرات اللي تعرض، واغلى من كل الاشياء اللي موجودة واللي تقدر باثمان. هذه المرأة لها كيان خاص، ما المفروض انه انا اليوم اساومها انه والله حتى تتزوجين انه نطيش مبلغ انه حتى تقبلين بزواج ثاني او بمواضيع اخرى. هذا الموضوع على النائبه اللي صرحت او اللي قادت هذا المشروع من اجل تشريع قانون خاص بتعدد الزوجات، يا ريت انه يكون لها رد حاسم من قبل البرلمان نفسه حتى لا يصير فوضى، ولو انه هي الفوضى هسه موجوده بسبب هذا الموضوع. واكيد الاهمال واضح ايضا من قبل البرلمان، المفروض انه في هذا الوقت في ظل تواجد هذه الازمات من المفروض انه نصرح او نقرر بمثل هذه القرارات فوضويه ومجحفه بحق المواطن العراقي. راح نشوف بغداد ونشوف البعض من النساء كيف تحدثن عن موضوع تعدد الزوجات، ونرجع لكم مباشره. البرلمان العراقي مشغول هذه الأيام بتشريع قوانين تعدد الزوجات، الزوجة الثانية والثالثة والرابعة. كيف ترى العائلة العراقية والمرأة تحديدا هذا القرار أو هذا التشريع؟ وكيف تنظر المرأة العراقية للبرلمان العراقي كون هذا البرلمان يشرع قانون ينصف امرأة ويظلم امرأة ثانية؟ فكيف ترى المرأة هذا القانون؟ رأيك بالقرار اللي يجعل الرجل يتزوج من ثانية وثالثة ورابعة؟ والله أنا ضد القرار. يعني المرأة، يعني أي مرأة، يعني من راح تشوف زوجها يتزوج عليها راح تنقهر، راح تنكسر، راح تقول شنو أنا شنو ناقصني إنه يتزوج غيره أو يباهو على غيري. المرأة تحب تكون إنه هي الوحيدة بحياة زوجها، ما تحب أحد يشاركها بزوجها. شنو رايك بانه البرلمان مشغول بالزوجه الثانيه وحل هذه المشكله؟ يعني انت كزوجه تقبلين زوجك يتزوج عليك ثانيه وثالثه؟ لا طبعا ما اقبل. طبعا ضد هذا الشيء، وصحيح هو اكو انقراض يعني بالزلم حاليا، بس ما اقبل. ليش اقبل؟ شلون يعني انقراض بالزلم؟ يعني ماكو زلم هسه. اي كلش ثقيله، اي ماكو صحيح يعني. خاصة أتذكر ما أعرف يا العراق أخذ ما أعرف يا مرتبة العام بالانقراض الزلم طبعا والعوانس اللي جاي يصيرن بالعراق، بس أنا ضد هذا الشيء طبعا. شلون لعد أنت ضده؟ يعني أنت مو توقفين، أنت مو توقفين ويا المرأة؟ أوقف ويا المرأة إي. لا ما أخليها تاخذ زوجي، شلون يعني؟ إذا أخذته؟ عادي اكيد انفصل يعني عنه، انفصل عنه. والله هو مشروع فاشل يا اخي العزيز، يعني بالاولى كانوا يوفرون فرص عمل للشباب ومو او للرجال اكثر من ما يوفرون هاي المشروع الفاشل هذا. طيب هو البرلمان يقول انه احنا نريد الارامل والمطلقات
زين ليش ما يوفرون فرص عمل للأرامل المطلقات؟ يوفرون رواتب ضمان اجتماعي لهم، مو صح لو غلط؟ كان أفضل من هاي المشروع الفاشل طبعا. رأيك شنو السبب اللي يخليهم يفكرون؟ والله هيك مو أكثر من دعاية انتخابية، يحبون يكسبون يعني أصوات. تعرف العراق اللي أرملة، اللي زوجها مفقود، اللي مطلقة، أشكال الظروف عندهم، اللي بعدها متزوجة. نعم. طيب أنت كزوج الأول ما سمعت القرار شنو دار ببالك؟ والله دار ببالي ما بيفيد شيء خدمة للمواطن العراقي، الأكثر والأقل مجرد مشروع انتخابي. شنو رأيك أنه البرلمان مشغول هاليومين بموضوع تعدد الزوجات ويريدون يلقون حل لهذه القضية؟ أنت كرجل من سمعت الخبر شنو كان رد فعلك؟ شنو كان رد العائلة؟ يعني بصراحة أنا مع هذا القرار، بس بغض النظر عن أولوية البرلمان حالياً ديناقشة أو أكو قضايا أهم. شو ده تضحك؟ لا أنا ما، إذا كان يحل مشكلة بالمجتمع مالتنا يعني موافقة الزوجة طبعاً يعني ما بيها شيء أنا أشوف. يعني وصل الكثافة السكانية مالتنا إذا تلاحظ النسبة راح أشوف النساء أكثر من الرجال، يعني هاي مشكلة بالنسبة للنساء يعني البقية. يعني مع بالضبط، بس موافقة الزوجة يعني لازم رجل. والله يعني خلي يطلع القرار والله كريم. شنو رأيك؟ والله بعد هو ضميره. يعني هاي بداية إنه أنت مو موافقة. لا إذا هي مو موافقة أنا ما أسوي. شنو رأيك بتعدد الزوجات؟ والله أنا ضد هذا القرار ضده. مو ضد يعني لشيء معين، وانما يعني اصور يعني هاي القنبله اللي فجرتها الاخت او النائبه جميله، هاي قنبله اعلاميه لا اكثر ولا اقل، والا هي يعني هي شخصيا لو اريد اسالها تقبل على نفسها انه زوجها يتزوج عليها؟ لا ما تقبل، ومستحيل تقبل، مستحيل اكو وحده تبني وتعمر وتضحي وتكبر أولاد وتبني عائلة وتبني أسرة مثل الطير اللي يبني عش، يجي يقدمها على طبق من ذهب لشخص ثاني ويفلش عشه بيده. صح أكو هواية أرامل، صح أكو هواية ناس محتاجة يعني لهاي الفكرة، بس هذا مو حل. الأرملة ولا المطلقة ممكن ألقى لها عمل، ممكن ألقى لها فد باب رزق تعيش من عنده، ممكن أحسن مستواها المعيشي، هذا يعوض. المرأة بصراحة ما محتاجة إلى حضن رجل، المرأة محتاجة إلى وطن. أول شيء أنا انطباعي أخذت انطباع سلبي، أولاً ضد الحكومة وضد هذا القرار. ليش؟ أولاً لأن إحنا عندنا بدال هاي الفلوس تنصرف اللي على الزوجة الثانية اللي ينطوها للزوجة الثانية يعني حقوقها، خلي يصرفوها على الأرامل وعلى المطلقات، هاي بالدرجة الأولى. ثاني شيء إحنا عندنا بالعراق يعني الرجل هسه عيشته يعني يا دوب يقدر يطلعها إلى والأطفال، لأن تعينات ماكو، وظائف ماكو. يعني هسه يعني اغلب هسه يعني الموجودين اللي يشتغل من الصبح لليل يا دوب ده يدبر بس عيشته. ثانيا ايجارات، وثالث شيء يعني اشوفه من جميع النواحي قرار فاشل. طيب احنا شفنا يعني الآراء مختلفة في بغداد، وهي حتى في بقية المحافظات، يمكن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي هناك جدل واسع حول هذا القرار، هناك رافض للفكرة من الأساس، وهناك من يجادل بالموضوع، وهناك من هو متقبل للقضية، يعني يقول لك قد يكون هو حل لأحدى مشاكل الأرامل والمطلقات اللي هم موجودين عندنا بكثرة. لكن يبقى انه الناس اللي رفضت الموضوع او اللي جادلت بالقضيه تقول انه هو الوقت غير مناسب، قد يكون هو قرار مناسب من الممكن طرحه في وقت اخر. تبقى هذه اراء الناس، ويبقى انه هناك مشروع، يعني حتى احنا ما استعجلنا في طرحه، ردنا انه القضيه نشوف مجلس النواب شنو رايه، هناك الكثير من القرارات يمكن المهمه جدا الواحد يتريث في طرحها، ينتظر لأنه كل واحد يقدر يحكي، النواب بشر مثلنا، فكل واحد من الممكن أنه يجي فكرة في باله، لكن من الصير صدق لا، لازم واحد يطرح القضية ويناقشها مع
الناس، حتى على الأقل أنه نشوف الصدى وننقله للجهات المسؤولة بما فيه من طرح هكذا مشروع يناسبنا كمجتمع عراقي ما يناسبنا. كل هذه الأمور مهمة، احنا حتى نعرف تفاصيل كثيرة عن هذا القانون اللي هو قد يبدو غامض في كثير من تفاصيله. تنضم معنا النائبة جميلة العبيدي اللي هي طبعا نائبة عن محافظة نينوى. مرحبا سيدة جميلة. اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. يعني طبعا احنا بالبدايه كان المفروض تكونين ويانا بالاستوديو، لكن انت اليوم يعني مشغوله بالسفر، واليوم انت جايه للنازحين وزرت النازحين، ويعني شاهدتي النازحين مثل ما عرفنا من خلال الاتصال. بدايه هذه يعني هل لك هذه هي الزياره الاولى لك للنازحين ام سبقتها زيارات للنازحين والتعرف على معاناتهم؟ البداية حي قناتكم الشرقية اللي لها دور وصدى كبير في الواقع العراقي والإعلام العراقي. نعم. أما زيارتي النازحين، أتصور أول وحدة أنا زرت مخيم الخازر يوم كانت بعد 250 عائلة فقط موجودة. يعني وبعد يعني 250 هي اللي شاغلة لهذه، زرت أيضا مخيمات أخرى. طيب يعني لكن هو أشنو ما هي جدارة أو ما هو فائدة زيارة النائب؟ زائر النائب هو من زيارته ليس لديه مساعدات يقدمها، ولا هو منظمات، ولا هو سلطة تنفيذية، لكن مجرد يشوف معاناة النازح من أجل يحلها مع الحكومة الاتحادية مع المؤسسات المعنية. طيب سيدة جميلة، لحظة، يعني هو احنا يمكن حتى من طرحنا سابقا موضوع زيارة النواب أو المسؤولين هو للتخفيف للتواصل، يعني مو شرط انه يقدم لهم مساعده. احيانا احنا دائما يعني يمكن اكررها، الكلمه الطيبه صدقه. يعني انت اليوم زرتيهم وليش زرتيهم سابقا؟ لو كانت الزياره ما لها نفع للتعرف. نعم اسمحي لي، احساس النازح او المحتاج من يقف المسؤول يمه يعرف انه اكو دوله مهتمه به. طيب تمام خلاص، اذا احنا متفقين على هذه. طيب مو انت بالبدايه بررتي، يعني قلتي انا ما اقدر اسوي شيء، يعني الزياره مو مهمه. إيه لا الزياره مهمه. اسمحي لي، لا انا اقدر اسوي شيء كحل مؤسساتي. انا مثلا استعملت الطاقه بالنازحين، تجيني زرت، نعم زرت عده زيارات، واني اول وحده اصل الحمدانيه وقت المعركه ايضا يوم تحررت الحمدانيه مع مكافحه السوات وصلت ايضا، وكذلك الباحه وصلت الى خط الصد مع 200 متر. طيب. عني الداعش بالاضافه الى وجود قناصين حتى يعني خافوا علي الموجودين، قلت لهم انا مو احسن منكم خليني اشوف. طيب. ومع الاسف شفت نينو بصراحه ألمتني كثير، الساحل الايمن ألمني كثير كثير. طيب هي هذا المهم انه انت من تشوفين يعني بعينك المعاناه. الاعلامي يمكن قليل جدا اعلامي، لان انا ما نيتي الاعلام بقد ما نيتي انه اهم اقوم بواجبي. طيب تمام كممثله. تمام هسه حاليا يمكن الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هواي خدمتك. سمحي لي سيد جميل، احنا يعني هو حوار سؤال وجواب. طيب طالما انه انت اليوم زرتي وشفتي المعاناه، يعني انا حتى من خلال صوتك احس انه هناك ألم كبير لما شاهدتيه، يعني أكيد الواحد اللي يشوف بعينه مو مثل ما أنه واحد ينقل له الصورة، أكيد الواحد من يروح يشوف كل التفاصيل يكون هو متألم كثيراً. بعد مشاهدتك لنينوى وكل هذه الأحداث، لو كنت أنت قبل ما تطلعين هذا القرار اللي هو مال تعدد الزوجات، أنت شايفة نينوى وكل هذه المعاناة، كان شرعتي هذا أو طرحتي هذا القانون للحوار وللنقاش، أم كان فكرتي بقانون آخر مهم يخدم نينوى؟ أحسنتي حبيبتي، أحسنتي بصراحة هو هذا، لأن أنا ما تركت نينوى يوم من الأيام، صار لي ثمان سنوات أنا لم أترك نينوى، لهذا أنا مصرة على هذا، لكن مو هو هذا القصد، أنا لو طالبة إنه الأرملة أو المطلقة إيجاد عمل لهم ما يلقي هذا الصدى، 100 مرة طالبته إيجاد عمل للمطلقات والأرامل وانتشال أولادهم الأيتام وتعيلهم المرأة المطلقة والأرملة من الشارع وتوجيههم إلى التعليم، ما لقى صدى مع الأسف مثل هذا الصدى الموجود، إما خف المرأة وأنانيتها. شنو؟ طيب لا سمح، عوفينا من المرأة هسه، الصدى شنو هو؟ الصدى نعم الضجة اللي صارت هذا الموضوع. ست جميلة الموضوع الأساسي وابتلجتم بالموضوع اللي هو الحل القليل جدا هو التعدد،
10% من حل هذا الملف اللي ذكرته. طيب لا بس اسمحي لي، انت تقولين ما لقت صدى القرارات السابقه او المشاريع السابقه ما لقت صدى، قصدك الصدى الاعلامي، الضجه الاعلاميه اللي صارت، الضجه او رده الفعل من قبل الناس لو انه هو راح يصير قرار او راح يطرح كقرار وفعلا يطبق. انت موجود هذا، ما انا جايبته قرار، هذا موجود قرار عندك، قانون القانون العراقي رقم 188 سنه 1959 تكلمنش عنه وكثير هذه. طيب. هذا الـ اولا هو شرع الهي قلنا، اثنين موجود بقانوننا الوضعي. لا لا اسمع احنا مو بصدد التعدد. نعم ست جميله ستي، يا ريت الاعلام يوضح على المشكله الاساسيه. لا 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 احنا مو قضيه ست جميله، انطيني مجال، هو كل واحد بكيفه، ما تجبرين الواحد انه يتزوج ثانيه او ثالثه او ارمله او مطلقه او صغيره او كبيره. اسمحي لي القضيه لا. اكو قضيه كلش مهمه، انت تقولين انه ندعمهم ماديا، اكو 350 ما اعرف ايش قد تعطينهم، هل الدوله راح تبقى تدفع هذه المبالغ؟ وبعدين راح يكون الزواج مثل الصفقه، انا انطيك فلوس وانت تزوج، هذا لا يبني حب. انا مو ضد الموضوع ولا وياه، بس هذا لا يبني حب. انت تردين تنتشلين، انا من اكون اسره اهم شيء التفاهم والحوار والحب، انا ما اشتري اقدر الحب والعاطفه والناس قاعد تكتب هذا الحكي ايضا. نعم. كنت اتمنى ان قناتكم تتناقش ملف حقيقته وليس على التواصل الاجتماعي والفيسبوك من اثار غيره النساء وكذا، وجهوا على نقطه واحده. من حقهم الغيره طبيعيه. متعبه جدا. متعبه طيب. جدا لان الباحه اثناء زيارتي صراحه طيب. يوم انا توجهت لمعاناه النازحين، بدي اشوف شنو هذا واجبك. نعم اسمحي لي حبيبتي، من تقول لي وحده بنت تقول لي ما عندي قطيف حليب، اتناقش من في جيبي وانطيها، اللي خذ قال لي اريد نعال البس لاولادي. فتحت الموضوع اللي احنا نريد نفتحه اصلا. الاخ يقول لي مجروح، شوفيني اريد اروح تمام. قال لي اريد حق دواء. تمام ست جميله. ارجعاني ما اعرف شلون اتصرف. فلذلك احنا نزوجهم بالجبر او انه ننطيهم حفله من المال. الزواج جبرا لا يتحرف الموضوع عن اساسه. طيب. اساسه اكو ملف مهم جدا. طيب. ارامل المطلقات افتح لهم ماكو اشكال، افتح لهم ورش، افتح لهم راتب، مو شرط انه الارمله، هناك الكثير من الارامل والمطلقات نفسهم ما موافقين انهم يكونون ضره على زوجات اخريات في سبيل انقاذهم، تقول بفلوس العزيزه. على العموم ست جميله انت اسمحي لي، طالما انت حكيتي على موضوع كلام انت عم تلقينه على اني وجودي ما لازم. لا لا اسمعي مو انت تعبانه، فخليني انا اجي لك على المفيد. انت العتقين ما تتركيني حتى احكي انه الشيء اللي اسمحي لي. طيب انا راح اخليش تحكي. انت تريدين تملين شيء على اعلامي، ملي على راحتك. لا لا ست جميله انت من حقك، انا قلت لك لا ادافع ولا هاي، بس الناس ما تخليني انت حتى فكرتي من بدايتها يا ستي العزيزه. لا واصله الفكره ست جميله، واصله الفكره. وين واصله؟ وين واصله؟ انت تبدين تحلين المشكله. المره الزوجه شلون تغار على زوجها؟ المرأة المتزوجة ما تقدر تنطي زوجها. فأنت جددتي بهاي الفكرة. حقيقتي إنه أرامل ومطلقات تستلم من الحكومة. الغيرة فطرة. ما فيها إيجار بيت، أولادها يتسولون بالشوارع. طيب أنت تضمني. طيب أنا وياك راح أجي. ال 350 ما فكرتي إنه لماذا كثرة الطلاق؟ لماذا نذهب إلى المحاكم ونقول لماذا هذه كثرة الطلاقات؟ هذه انتم كانوا واحلوها الشابات لحد الان ما تزوجوا بعد ما اسمحي لي ست نائب ست جميله انت نائبه وانت ايضا بسبب عطاله طيب. الشباب والاقتصاد وعدم استطاعه دفع المهر. طيب ست هذا الموضوع شائك وكبير. طيب راح تحلين المشكله من اسمعيني هذه اهانه للرجل قبل المراه، هاي اولا خليني احكي. هسه انت تعبانه وش شكل تحكين؟ يعني انت تقولي لي هسه من كل رجل يتزوج اربعه، خليني احكي من يتزوج اربعه بعد ماكو طلاقات خلاص يستقر؟ ستي هي مو غرض يتزوج اربعه، الغرض بالبدايه اكو حلول اهم، وما اي يريد يتزوج. طيب. مو اي شخص يريد يتزوج. طيب. الحل الاقل كل شيء هو تعدد الزوجه. طيب. بعدين حتى الشاب شجعناه انه يتزوج ارمله ومطلقه. طيب. المهم انه شلون نحل ملف الارامل والمطلقات. طيب. انا اريد بس فقط اكو هل هناك ضمان انه يستمر؟ طيب ضمان. انا عندي هذا الموضوع اهم شيء، انه احنا ما نخلي خواتنا الارامل والمطلقات والعوانس تحت الضغط الاجتماعي والاقتصادي. وفري لهم شغل، وفري لهم شغل وراتب اجتماعي.
حبيبتي 75% وحل اقتصادي وليس زواج. تمام خلص وفري لهم عمل. اذا خلي يكون القانون توفير عمل. تعرفين ليش ارعب المراه؟ ارعب المراه لان يعرفون كثره الارامل والمطلقات في المجتمع. اي حقهم ما يعرفون اكو حال. اسمحي لي اكمل الفكره وصفها. 75% محلهم اقتصادي. اي طبعا هو ما عنده فلوس، هو ما عنده فلوس ياكل الاولى، شلون ياكل الثانيه والثالثه؟ سيد جميل اسمحي لي، انا موضوع تعدد الزوجات قد يكون هو موضوع مهم للغايه، لكن اكو موضوع اهم من اسمحي لي سيد جميله، يعني انت تعبان مو خلي انطيني مجال. يعني عبن تعبانه تستغلين على لا وانت جاي تقولين انطيني مجال، انطيني مجال، اخذوا عطا سيد جميله، اخذوا عطا الحكي. الموضوع انت جاي تقولين الارامل والمطلقات وجاي تفكرين بمشاعر الارمله والمطلقه وتحكين اياهم كانسانيا، صح ولا لا؟ لو انا غلطانه انت تتعاملين بمشاعر. طيب طيب خليني اكمل الفكره وينها؟ تحترم فرصه التعليم. اسمحي لي متسولين في الشارع. اسمحي لي خليني اكمل. طيب احنا راح نشوف المقطع اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت بيه زرت النازحين، نشوفه سويه ونحكي عنه. جاي تشوفينا ست جميلة؟ لا ما يهمني تلفاز. طيب انت شفتيه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم حبيبتي، انا كان معايا ناس بعدين شفته. نعم شفته حبيبتي. اها ممتاز. طيب شفتي، طالما انت تتكلمين بإنسانية وشفافية عالية وفكرتي بأدق التفاصيل للمرأة وحكيتي حتى على موضوع الغيره بالنسبه للزوجه الاولى، شويه تجرتي على الزوجه الاولى، لكن انت تدارين عواطف المراه الارمله والمطلقه اللي هم خاصه من نينا، ويمكن اكثر شيء انت تركزين عليهم. المراه التي جاي تحكي وياك وتقول لك انا ما عندي احد، ابني وزوجي وما اعرف شنو، انت مباشره رفعتي فلوس 10 مدري 20 الف انطيتيها بطريقه مهينه واثارت غضب الشارع العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقة كل واحد شافه ارتفع عند الضغط. هاي شلون تحلينها؟ حبيبتي أنا متأكدة أنت ما مع هذا الكلام، بس بتقولينه حتى تريدين. لا أنا مع هذا الكلام، أنا واحدة من الناس اللي أمس شفته وانصدمت. من آجي ألقي ناس ناجحة واقعة عليها بيوتها، اللي عايش مرته مشلولة وما قدر يجيبها وقع البيت. طيب. وقال لهم اركضوا اطلعوا. أي. واللي مايت التجارة والحبيانين. أي. طبعا شفتوهم. طيب. اللي خد قل يريدي حق نعال، اللي خد قل يريد حق حليب. طيب. زين شو اسوي؟ لاني ما شايلة قوطية حليب، والله ما شايلة قوطية حليب ولا اني. طيب. دكات. طيب الطريقة ما تكون هالشكل. اكو اتكيت بالموضوع. خليني لا 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 سيد جميلة ما اسمح لك تحكين. لا 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 تدافعين عن شيء خطأ. انت لا تظهري بشكل انساني. بس اسمحي لي اني ما دافع عن شيء خطا، هذا شو قولي غلط وانتهى الموضوع. يعني ما اني لو جاي ادور حمله اعلاميه كان حطيت بظروف، حطيت الحمايه قيامه واناوش. طيب. لكن كان رد فعل. يعني رد فعل من ناس تتوسل بيش تريد اي شيء ما اعرف ايش اقدم لهم. طيب 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 اكيد المقطع ضالي يكرر اكثر من مره. هذا اللي يقول لي حال حالي تصوري حتى مال الحمايه اللي معايا خفت. انت ما خليتي الناس تكمل يحكي وياك ست جميله. انت الناس عندهم هموم. اسمع هدت مشاعرهم. روحوا شوفوا الناس عشان جوعانه ومسلوله. يوميا نشوفهم احنا، يوميا مراسلين هناك. تقول لي حليب قطيط حليب، والله تقول لي على دق الخبز الياس وانا ادعو بميه. طيب انا شنطيها شنطيها يعني. طيب 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 شوف اللي يريد يكون انساني. اللي خد قل لي حق دواء، والله ما عندي حق دواء. طيب طيب ما خليتهم ست جميله. انا ما سمعت هذا الكلام. المقطع ما انتقدتم هذا، ما انتقدتم هذا التصرف، ما نظرتم غير من زاويه واحده كيف تسقطون الرجل السياسي او البرلماني. ما لنا علاقه، نحتاج كانسانه كانسانه فقط مو نائبه. لماذا؟ يطلب من واحد يسوي له؟ طلعت مصرفي هذا كيفي ما طلعت، ما ابغى اسوي له. واجبك هذا، واجبك هذا ابسط واجب تجاه الناس اللي انتخبوك، بس مو تجين تنطين المرأة كانت اكو لقطة للمرأة. المرأة كانت تتباوع بالفلوس، محتارة تقول انا ما كملت الجملة. انت ترجعين، انت ترجعين تدفعينها، يعني خلص اخذيها واسكتي كأنما تقولي لها. انت تعاملتي بطريقة جدا متعالية مع النازحين. يعني يعرفوني كل الناس، ما انت تقولين متعالية، الناس كلها تعرفني. والله الناس ولا واحد مدعبج اصلا ما يعرفونك ست جميلة. احنا هسه عرفناك حقيقة، احنا كإعلاميين اول مرة نعرفك. يعني يكونون السياسي بأي طريقة، لكن نسيتهم الناس، نسيتهم الاوجه كلها. يعني انت انت لو نزلت ويجي وحده تقول لك انا متاكده نفس التصرف تتصرفين، لا ما تعرفين ايش تسوي. لا شلون تنطي قوطية حليب؟ مو واجبي انا، انا انا هذا واجبك كنائبه، مو واجبي هذا. طبيعه
بدل ما تكملين علي ينقذ هاي الناس وتطلبون الإغاثة من السكن، إغاثة هذه الناس اللي حتى نفسيا مذلولة، بدل ما تغيثوها وبدل وجهتوها شلون المسؤول كذا يعني. طيب انت مقتنعه؟ توجهتم بس الى اهانه المسؤول، ما توجهتم الى غاثه هاي الناس. طيب يعني وانتم تصورون وتعملون. طيب احنا نشكر الشكر. مع الاسف كنت اتمنى توجهون لاغاثه انسان، اما المسؤول انتم اكبر. والله احنا جهه اعلاميه ننقل الخبر، وهذا ورغم هذا نحن نساعد بين فتره واخرى. نشكر السيده جميله العبيده النائبه عن محافظه نينوى، شكرا جزيلا لك. وهاي هي هاي احدى النواب عن محافظه نينوى، مو انا اللي اقول حتى تقول تملون انتم في الشرقيه او في اهل المدينه، الناس قاعد تحكي. ما دام شفتي المقطع اقرا التعليقات اسفل كل مقطع انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملتي بدونيه ولا انسانيه مع النازحين. اكو الامراه اللي تطلع باول لقطه هي اخذت الفلوس وصفنت بيها، لان ما كملت جملتها، هي قد تكون ما محتاجه فلوس، هي صفنت بالفلوس. انت ترجعين مره ثانيه تلزمين الك قل اخذيها، يعني اخذيها واسكتي، يلا هاي فلوس اجت لك. ترى انتم ما تقدرون تشيلون هذا الظلم والقهر والمأساة بفلوس. النواب شويه خجل، اخجلوا من نفسكم انه بتدافعون عن نفسكم، شو تدافعون؟ ولا تسقيط ولا فتشي، انتم اصلا سمعتكم قد سقطت من زمان، والناس المفروض عليها ما ترجع تنتخب هذه الوجوه اللي ما شفناها الا هسه صفقات او قضايا انتخابيه ترى ملينا من عندها. عافوا البطانيات هسه اجوا وظلوا ينطون عشرات. نتمنى انه الناس تكون واعيه قدر على قدر كبير من الوعي وما ترجع تنتخب مثل هكذا ناس. ما قصدنا التسقيط، لكن هم انتم جاي تشهرون نفسكم بتصوير مقاطع يعني للاسف لا تليق بالعراقيين ولا تليق بنواب ناس انتخبتهم وحطت الثقه بهم مع الاسف. يا ريت انه ترجع بعد ما انه قررت هذا القرار وبعد ما شافت المعاناه اللي يعانوها اهالي الموصل، ترجع وتلغي ذاك القرار وتقرر او تشرع قوانين من او تطلب من اجل انقاذ اهالي الموصل باجمعهم بكل مناطقهم حتى انه نتخلص من هذه الازمه الحاده بالوضع المعيشي والوضع الاقتصادي الخاص بكل النازحين الموجودين في نينوى. نروح لكركوك، راح نشوف مقطع فيديو ما راح نقدمه لكن نشوفونه بعد نرجع نسولف بتفاصيله القليله او الطويله. السلام عليكم. طبعا هذا التصوير هو من مدينه كركوك بالتحديد من امام مستشفى كركوك العام. هذا التصوير هو خاص لقناه الشرقيه برنامج اهل المدينه. وصلتنا مناشده من بعض الراقدين بالمستشفى وايضا الموظفين والاطباء والكادر الطبي والاجهزه الامنيه والشرطه المنتسبين مشكورين يعني شرطه المستشفى على موضوع هناك امراه. هذه الامراه ما تعرف شنو قضيتها وما حد يعرف هاي منين وليش دفوها بالشارع صار اكثر من شهرين. السلام عليكم، شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ذكرى محمد. ذكرى محمد؟ ايه ذكرى محمد. جدك شو اسمه؟ عبد الكريم حسين الاسدي. ذكرى محمد عبد الكريم. انت منين؟ بصره. انت شنو ايش عندك مرض؟ ما جلطه. بس حاليا بالمستشفى انت؟ مستشفى. زوجك انت متزوجه؟ متزوجه. شنو شغل زوجك؟ ما ادري. ما تعرفين؟ سكران ويطاردني. عندك اولاد؟ جهال ثلاثه. ابوك واخوانك؟ ابوي عايش وامي عايشه. ما حصل عليك ما يجونك؟ ما يجي ما يجي ما يجونك؟ ما يجون. اقول يا لابويا ابويا طردني. طب يا اخويا ترجوكي من البيت؟ ترجوكي من البيت. اقول يا ابويا اخويا ما تجي ابويا ما ادري يخاوروني ما يجون ما يجون عليك؟ ما يجون يخاوروني بس ما يجون. وانت بالمستشفى؟ بالمستشفى لقيت الخبز ما يجون. طبعا هذه مرة هي المفروض تكون هناك لها دور كبير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإيواها في دار المسنين
وايضا مكتب حقوق الانسان مكتب كركوك ان يتدخل بهذا الموضوع ومجلس المحافظه يعني لجنه المراه ان يكون لها دور بهذا الموضوع. ياخذوني ما تعبت خريجون. لا حول ولا قوه. هذه مناشده الى كافه المسؤولين النظر بهذه المراه. تعبت والله تعبت خليهم يجون بس بنتين من نسوانهم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ان شاء الله اتوافقوا ان شاء الله حسبي الله ونعم بنتين بس نسوانهم بنتين من نسوان مالتهم. ما حد يسأل عليك يعني واحد ما عارف منين يبدي يحكي عن هذا المقطع اللي شاهدناه للمرأة أو السيدة ذكرى محمد عبد الكريم، ويا ريت إنه يوصل اسمها لأقاربها أو للمقربين منها اللي جوارينهم بالمنطقة، ويا ريت إنه أحد الأشخاص إنه يروح ويدق باب أهلها يقوم يا ترى بتكم زين. المرأة يمكن أكثر سند إلها أو أكثر شيء يحسسها بالأمان هو الأخ، يمكن الأب إذا توفى زوجها أو أخوها ينطيها الأمان ويعوضها عن الأب. الزوج كذلك، بس انه الاخ اذا انفقد فرح ما راح يتعوض. انت يا اخوها اللي طاردها ما حسيت انه بعذاب الضمير؟ ما حسيت انه بتأنيب الضمير؟ ليش انه هذه اختك جايتك داق الباب وانت تطردها بهذه الحاله؟ والجمله اللي ذكرتها بالاخير تكسر قلب اي رجل او اي شخص يشاهدها، انه ملتهين بس بنسوان. وفعلا هذا واقعنا، انه يمكن البعض من النساء اللي هي ما تقبل انه تستقبل هيك حاله في بيتها وبمنزلها، والله شنو اختك جايبها عاله علينا، احنا يا دوب انه مصرفنا مكفينا، يا دوب انه قادرين انه نسد النقص اللي موجود عندنا، انه بنت تجيب لنا عاله جديده، وبالتالي انه هذا الموضوع سائد ومطروح بكل العوائل العراقيه او باغلب العوائل العراقيه. يا ريت أن يكون حل من قبل الجهات المعنية اللي تدافع عن المرأة واللي تريد تخفف معاناة المرأة، مكان ما أنه نبيحن بمقابل مبالغ. خلي نشاهد هذه الحالة، نروح نأخذها من مكانها نوديها لأهلها، أو إذا أهلها ما استقبلوها أكو دار خاص برعاية المسنين ونخليها بهذا الدار، أولا تتلقى العلاج بشكل صحيح، وثانيا تعيش بصورة صحيحة حال بقية المسنين اللي تركوهم أبنائهم أو أهاليهم في العراء او في الشوارع. هذا الموضوع مهم جدا، انه عندنا الاف الحالات بين اسبوع وبين حلقه واخرى نشاهد امراه مسنه متروكه بالشارع تلتحف الارض، تفترش الارض، تلتحف السماء وغيرها من التفاصيل المهمه اللي نطرحها، لكن لحد هذه اللحظه ما شاهدنا جهه معنيه بالمواطن العراقي او بشؤون المراه حتى انه تدافع عن المراه وتنقلها من هذا الوضع الى وضع على الاقل انه جيد ويليق بسمعه المراه العراقيه، بدل من القرارات المجحفه اللي بحق المراه. يا ريت انه من اهلها واذا رجلها كان في حاله خمور او غيرها، يا ريت انه يصحى ويرجع مرته، وان كانت مريضه وان كانت بها اخطاء وان كانت تعاني من عده امراض سواء تكون نفسيه او عقليه، رجعها. هذه مرتك، هذه ام اطفالك، انت شلون قبلت تزوجها في البدايه وشلون هسه تتركها؟ فلازم تحافظ عليها. واذا اهلها يا ريت انه من اهلها من اخوانها من والدها اللي بعده عايش يروح ويجيب بنته، هذه ما تتعوض. كل احنا عندنا اهالي والاهل عزيزين، مثل ما انه احنا دائما نفكر باهالينا، خلي الاهالي يفكرون بابنائهم اللي طردوهم واللي خلوهم بهيش مواقف حرجه وصعبه. يمكن هذا الختام وهذا كل ما كان عندنا في حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا ان شاء الله. بعد يومين عيد الام، عسى ولعن يكون من ينقذها، يعني اخوها هي ترى امك الثانيه، نتمنى ان يكون هناك حل لازمه هذه الامراه وما تبقى بالشارع. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، في امان الله.